هي شي واحد علاش عائلات؟ اكيد انا عائلات ما عنديش معهم علاقه نتاع لا كوب دي موند ولا نتاع هذا الماتش ولا نتاع هذاك الماتش، لا علاقه بنيناها بواحد المنطق نتاع ان اللاعب المغربي اللي تيمارس خارج ارض الوطن ما تنتعاملوش معاه بحال واحد لوبجي حتى يبان ونقول له السلام عليكم وجيت لك. ونعرف جميعا بان المحيط العائلي هو الذي يؤثر، لولا الوالده نتاع زياش ما غايجيش زياش يلعب معاه. والان ها هو عندنا ابراهيم دياز تيلعب في تشيلسي، يلا نسخروا جميع الامكانيات الماليه باش نجيبوا السي ابراهيم دياز، لن تكفي ولن تنفع في شيء. الطريق الوحيد نتاع ابراهيم دياز هو الجد نتاعو اللي مغربي قح اصيل، ونمارس ونستعمل كل الطرق باش يجي السي ابراهيم دياز ويلعب مع الفريق الوطني. هذوك اللاعبين اللي تنجيبو للعائلات نتاعهم لخلق هذا الجو، ان هذوك العائلات راه تيعيشو تما في اوروبا اون كومينوتي تيهضرو مع بعضهم بعض. الا بغينا نقولوا بانه يقولوا بيناتهم اللاعبين او الدراهم اللي تيمشيو وتيستقبلونا وتيكبروا بينا شيء، وما نساوش بان عندنا 400 لاعب اليوم تزاول في مختلف الاقسام داخل اوروبا، وبغينا ولا ما بغيناش في الامد المتوسط والقريب الماده الخام غادي نلقاوها في هاد اللاعبين اللي خضعوا التكوينات. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.